السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول لكم أن التعليم في الماضي بالطريقة المباشرة بالتلقي، وأن الطلاب في الماضي يحرصون على طلب العلم ولا يفكرون في الشهادة والعمل، وكذلك العلماء في الماضي لا يطلبون الأجر من عملهم، وهذا خلاف التعليم في الحاضر، لأننا إذا نظرنا إلى الطلاب في هذا الزمان لوجدنا أنهم يفكرون في الشهادة والعمل قبل العلم، وكذلك كثير من العلماء في هذا الزمان يطلبون الأجر من عملهم فتذهب البركة. ومن هذا الأرض نعلم أن التعليم في الماضي أفضل من التعليم في الحاضر. ما دليلك على ما قلته؟ دليلي الوقوع. الوقوع من أقوى الأدلة. انظر إلى الطلاب الآن، سواء كان الطلاب في الجامعة أم في المعهد أم في المدرسة، معظمهم إن لم يكن كلهم سيقولون بعد الدراسة سأعمل في شركة كذا وكذا، وبعضهم يقولون بعد الدراسة سأكون مديرا في معهد كذا وكذا، وأشد من ذلك أنهم يقولون قبل الدراسة سأدرس في كلية الحديث وسأكون مديرا في محاضرا في جامعة كذا وكذا. فهذا ليس من باب نشر العلم، وإنما من باب الحصول على عمل. أقول بكل ثقة وفخر أن التعليم في الحاضر سهل المنتهى السهولة وبسيط المنتهى البساطة، إذ أن التعليم في الحاضر يحتوي على طرائق كثيرة، منها التعليم المباشر في الفصل وفي الوسائل المتطورة مثل الحاسوب، جهاز الأرض مكيف، حتى نشعر بالإطمئنان عند الدراسة. ويحتوي أيضا على التعليم عن طريق الشبكة الدولية، تستطيع أن تدرس وأنت في بيتك أو في مكتبتك، بل تستطيع أن تدرس وأنت في السفر. إذن نقول أن التعليم في الحاضر أسهل وأفضل بكثير من التعليم في الماضي، لأن الأشياء التي قلت منذ قليلا لا توجد في الماضي. لكن إذا كان الأمر مثل ما قلت، لماذا كثير من الطلاب في الحاضر لا يتقنون العلم بسهولة الدراسة؟ هذا خطأ جسيم. من قال أن الطلاب في الحاضر لا يتقنون العلم؟ إذا كان الأمر هكذا لما رأينا الطائرة، القطار، الجول وغير ذلك، وهذا يدل على أنهم يتقنون العلم. أليس وصول هذه المعلومات من العلماء في الماضي؟ هذا صحيح، ولكن العلماء القدماء لم يكملوا هذه الاختراعات. من الذي يكمل؟ العلماء المعاصرون. وهذا يدل على أنهم يتقنون العلم، وأن التعليم في الحاضر أفضل. ولكن سمعنا من القصة وجدنا الطلاب في الماضي مجتهدين وتحمسين وذو أخلاق عالية، وتحملنا في المشقة والمتاعب. تصوروا الجمهور أنهم يسافرون من بلد إلى بلد من أجل حديث واحد، ومن ثم قوي حفظهم، وأيضا تسابقون في الخيرات. بخلاف الطلاب الآن أكثرهم كسالى ويحبون الأشياء السهلة والسريعة. تذكروا الجمهور، كلما سهل وصل الشيء السهل ذهابه. كيف تعرف أن الطلاب الآن كسالى؟ أما رأيت إخوانك في الفصل نائمين لا يحبون الدراسة، وإنما يحبون المشاهدة واللعب مثلك. إذن أنت أيضا كسلان لأنك طالب في الحاضر. لا، أنا التي مثلك يا أخي، أدرس وأجتهد وأحرص على ما ينفعني، لأن قدوتي العلماء المتقدمين الأقوياء وليس مثلك. أؤيد تأييدا تاما أن التعلم في الحاضر أفضل وأحسن من وجوه. الوجه الأول، نفهم الدرس سريعا بالوسائل المتقدمة المتاحة في هذا الزمن. والوجه الثاني، نستفيد من التقنية الآنية، نستطيع أن ندرس مع المشايخ في جميع أنحاء العالم وأنت في بيتك، ولا يلزم أن ندرس في الفصل. الوجه الثالث، أن الطالب يستطيع أن يتصل بالمدرس ثم يأتي المدرس إلى بيت الطالب، وهذا أسهل. هل من الأداب أن يأتي المدرس إلى بيت الطالب؟ أنا لا أتكلم عن الأداب، وإنما أتكلم أن التعامل في الحاضر أسهل، بحيث أن الطالب يستطيع أن يستدعي المدرس، وأيضا وهذا يدل على مرونة التعامل في الحاضر، وأيضا هذا لمن يريد فقط. إذا كان المدرس يأتي إلى بيت الطالب ثم يدرس في بيت الطالب، إذن المدرس يفكر في العمل وما لديه الحيبة، كيف هذا؟ يحدث هذا الشيء لأن المدرسين في هذا الزمن كثيرون، وهذه الكثرة تدل على أن التعلم في الحاضر أفضل، حيث أن الطلاب أصبحوا مدرسين، بمعنى أن التعلم في الحاضر نجح في تكوين الجيل المتعلم. ما شاء الله ما شاء الله، كلامكم جميل، هكذا ينبغي للشباب، مشغولون بالعلم وليس بالعلم. أنتم شباب المستقبل إن شاء الله. جزاك الله خيراً.